كيف حالك علي؟ الحمد لله تمام. آمرني تفضل. أنا سمعت عن موضوعك وعندي لك الحل. طيب كيف؟ وش الحل؟ عندي لك واحد مخاوي. مخاوي؟ لا لا يا أبوي، الناس هذول ما أحب أتعامل معهم. تبغى تنحف ولا لا؟ والله أبغى أنحف. يلا قوم معي. شينا علي وفهد فعلا راحوا للدجال، رغم ان فهد جهن برا الديره وعلي ما يعرفه، لكن عرفت الانسان اليائس بعد الله اللي ما عاد يدري وش يسوي. تقفلت الدنيا بوجهه، ما قدامه الا فهد اللي ما يعرفه، بس حسم فيه بادره امل انه ينحف. قام وتبعه، راحوا لهالدجال ودخلوا عليه وقام يخربط ويحذرب ومسك يده وقام يغفص فيها شوي ويقرا منه ويسوي كذا سواليف ودجل وخزعبلات ونصب. في البدايه علي ما كان مقتنع شوي، يوم قام يقلب فيها وكذا وناظر، رفع راسه وناظر علي، قال يا علي. قال نعم. في البدايه يضحك علي، ما كان مقتنع، قال نعم. قال انت تبي تموت بعد 30 يوم بالضبط؟ قال بعد 30 يوم. هالحين انت يا فهد جاي من مكان بعيد وجاي لديرتنا وانا ماني بعرفك وتالني الهالدجال النصاب، كود يسمعني هالخرابيط؟ زعل هالدجال، وش يقول عني؟ انا نصاب؟ وش اللي شيل رفيجي. قال ترك زعلت الدجال، وترى يمكن ما عاد تلحق 30 يوم، يمكنها 3 ايام وتموت. قال يا رجال بقلعتك. قال يا بالحلال اذكر الله، اصبر اسمع كل. قال يا بالحلال اصبر اذكر الله، ما عليك اصبر اصبر، ان شاء الله ان شاء الله انك بتنحف عقب هالجلسه. قال امنت بالله يا ربي لا تعاقبني على جيت لهالنصاب، انا وش عندك هالحين؟ يلا تكلم. قال اسمع 30 يوم وتراك تبي تموت، ما يرتصدق في هالثلاثين يوم، ايش حد اللي عنك غني، اعتكف بالمسجد، احفر الكبير للمسلمين. قال الا والله بحفر قبر لك ولهاللي جابني فهد هالنصاب. ويقوم وهو زعل ويلحق فهد، يا بالحلال ايش فيك؟ قال بالحلال خرابيطنا انت وياه. علي قاعد يصرح انه ما صدق، لكن بدا يدخله الماء. ترى بعض الامور حتى لو ان عقلك ما يصدقها الا ما يدخلك بعض الشك وتبدا توسوس، وهذا اللي صار لعلي وهو راجع. هو يا فهد يسبه ويتكلم عليه، لكن ما هو مرتاح الين جاء عند امرأته. قم كل يا سيد الكل، سويت لك احلى طبخه يحبها قلبك. ما ابغى، مالي نفس. الاعمار بيد الله يا سيدي، لا تشيل هم. صحيح الاعمار بيد الله، باقي شهر واكون عند رب العالمين. الله يعين. بس الله يرحمنا برحمته، شهر يا جنة يا نار. علي ايش بك ما نمت؟ انام؟ ليش انام؟ كلها كم يوم وانام نهائي. لا حول ولا قوة الا بالله.